لكن في الأخير اللي حصل غريب ومحتاج تفسير. بنودي ولادنا المدارس بحكم دي أأمن نقطة ممكن يقابلوها طول اليوم، وأأمن نقطة ممكن نستودعهم فيها طول الوقت. تلاقي إن بنوتة بتتحبس أو بتتحجز في معمل المدرسة طول اليوم وكذا يوم كنوع من أنواع العقاب أو الاختلاف في وجهات النظر أو أي مكان. هو ده اللي قريناه، وهي دي الأسئلة اللي أنا بسألها النهاردة. إن كانت هي مدرسة زي ما قريت أو غير، لأن أنا قريت إن هي مدرسة وطلعت هي صاحبة المدرسة، أي مكان موقعها، ده حصل مع سلمى ليه؟ وتحت أي تفسير ده حصل؟ ومحتاجين كلنا مبرر للي حصل مع الابنة دي. منوراني يا سلمى. اللي أنا قلته ده صح؟ هي بمعنى صح، وأنا مش حبسوني، هم عزلوني أكتر عن المدرسة. سبب يعني اللي انا بروح المدرسه عشان ادرس، هم منعوني عن كده وعزلوني ان انا ادرس ولا ادخل الفصول، اللي هو غرض بتاع المدرسه. يعني انت بتروحي له كل يوم الصبح وبترجعي بعد الظهر، ايه اللي حصل؟ هي بدات اللي انا رحت حفله خاصه معزومه عليها في الصيف، كانت في القاهره عادي خالص عشان الناس فاهمه الغلط. حفله خاصه رايحه لابن عمتي عادي خالص. بعدين اول يوم مدرسه انا رايحه، قالوا لي قبل طابور الصباح، في مدرسه طلعتني للمدير، قالت لي قالوا لي ممنوع صاحبه المدرسه منع انك تحضري حصص او تدخلي فصول. بس فاستني اقعدي استني قرار استني فيدباك يعني. بس انا دخلت قالوا لي ادخل المعمل، دخلت وقعدت طول اليوم ما عملش حاجة، مستنية بقى عمالة أفكر هي هتقدر تدخلني مش هتقدر تدخلني، طب هعمل ايه؟ بس كرر ده كذا يوم. لا ما ينفعش تنقطع مدرستك. بالظبط، انا ما عملتش حاجة غلط ان هي تعمل فيا كده. انا اللي بيحصل ده اصلا مش منطقي ومش مفروض يحصل. فبس فكلنا مستنيين ان في امل اللي هو تدخلني. هو يعني ايه حفلة خاصة يا سلمى؟ يعني كان في ايه في الحفلة دي؟ كان عادي طلاب بيحتفلوا، حفلة عادية مفيهاش اي حاجة، في فندق محترم جدا. بس والحفلة دي كان فيها ايه؟ كان عادي، هو دي جي واغاني بس. ايه اللي ضايق الأستاذة في حضورك الحفلة؟ حقيقة هو ده مبرر لكل ده؟ بالنسبة لي لا طبعا، طب مفيش مبرر اللي بيحصل. زميلاتك لما بيحضروا حفلات زي دي برضو بيتعاقبوا كده ولا ايه؟ انا كان معايا تلاتة من زملائي ودخلوا المدرسة. مش معنى انت مش عارفة ليه؟ ايه اللي في وجهة نظرك اللي خلى صاحبة المدرسة يعني تعمل ده معاكي انت بالذات رغم ان كان معاكي ثلاثة اصدقاء اصحابك؟ انا فعلا فعلا من جوايا بقول لحضرتك انا ما اعرفش. طب ليه ده اتعمل فيكي؟ مدرسات المسات هناك سالتيهم؟ ما حدش بيتكلم معايا، وما حاولتش اسال بصراحه يعني. هو ما حدش كان بيتكلم معايا، كنت بقعد في المعمل طول اليوم بس، وما كانش في مشاكل معايا ولا مع المدرسين ولا ايه. انت تعرفيها عن قرب؟ قبل كده استدعتك من الكلاس بتاعك مثلا وانت قلت لها قالوا لها سلمى مش موجوده في الحفله مثلا قبل كده؟ رديتي عليها رد وحش؟ انا اصلا عمري ما كلمتها يعني غير وانا داخله المدرسه، اللي هو باخد انترفيو اللي انا ادخل المدرسه، غير كده عمري ما كلمتها.